منصة زجاجية في الصين. إنها منصة زجاجية تقع على ارتفاع يناهز 390 مترا، هي الأكبر من نوعها في العالم. تقع أعلى واد فسيح قرب العاصمة بيجين، وأبدى العديد من السياح والزائرين خوفهم من السير على هذه المنصة. وتستهدف الصين بهذه المنصة الزجاجية زيادة أنشطتها السياحية في البلاد، فهي تطل على منطقة جينغ جونغ ستون ذات المناظر الطبيعية الرائعة. ويبلغ طول المنصة الزجاجية 11 مترا، وتقود إلى منطقة دائرية الشكل مساحتها 1340 مترا مربعا. ولقد استخدمت مادة التيتانيوم القوية المضادة للتآكل في صناعتها لتوفير الأمان للسياح.